السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لقاء جديد في كل مكان. نعد لكم في فيديو جديد من فيديو ثاني. في هذا الفيديو سأتكلم كيفية كيف تعمل كيف تضيف صورة مسقرة للفيديو بطريقة سهلة وبسيطة. كل ما عليك أن تتابع الشرح وسوف أريك كيف تضيف صورة مسقرة للفيديو وتعديل الفيديو أو كذا. قبل ذلك أتمنى من كل قلبي أنزل تحت الاشتراك بالقناة وتعجب بالفيديو من لايك للفيديو وتفعيل الجرس وتابعني على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله. سوف أريكم هذا التطبيق. تطبيق رائع من خلاله تقوم بإضافة الصورة مسقرة أو تعديل الصورة المسقرة. سوف أضع لكم رابطه في أسفل الوصف في الفيديو. ندخل على التطبيق. هذه واجهة التطبيق. يمكنك من خلاله أن تشوف كم عدد مشاهداتك بالدقائق وعدد مشاهداتك وهكذا. إذا تريد أن تضغط على الفيديو تضغط هنا على الفيديو. ثم تضغط على تعديل هنا. يمكنك من هنا تغيير وتعديل الصورة المسقرة. هو كما لك أيضا أن تعدل العنوان والوصف وتعدل الخصوصية. وبعد ما تضيف الصورة المسقرة من هنا تضغط على حفظ هنا. تقوم بالضغط على حفظ وهكذا حفظناها. ويمكنك من خلالها أن ترد على التعليقات من هنا. تقوم بالضغط هنا على التعليقات وهكذا تقرأ كل تعليق. وتريد أن ترد على التعليق أو كذا. فهذا تطبيق رائع وجدا يقوم بتدير قناتك بكل سهولة. وكما يمكنك أيضا أن تشوف فيديوهاتك بطريقة سهلة وبسيطة. أتمنى أنكم استفدتم بهذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس.